يستمر انخفاض درجة الحرارة اليوم مع انتهاء نشاط الرياح التي ضربت البلاد أمس وانحسار الأمطار على السواحل الشمالية. وعزى رئيس هيئة الأرصاد أحمد عبد العال سبب موجة الطقس غير المستقر التي تضرب البلاد إلى تعرض مصر لموجتين من جهة شبه الجزيرة العربية وأوروبا، أدت إلى حالة من اضطراب وعدم استقرار الطقس.